كده. فاهم؟ شكرا لك سيد مراد. إذن سؤالي موجه إليك مباشرة، الجزائر إذن تتجه نحو استيراد أكبر عدد من السيارات وبأقل تكلفة، إذا تحدثنا عن التكلفة ماذا نقصد بأقل تكلفة وأنت خبير في هذا الشأن أكثر سيد مراد؟ أنا نبني على حساب دفتر الشروط والبنود اللي جات فيه، وتقول باللي السيارات المستوردة ستكون ذات محركات ما تفوتش لا سيلندري نتاع 1.6. هذا البند هذا يفهمنا باللي السيارات اللي رايحين يستوردوها الوكلاء يعني تكون دي فيكول دو موين جام ولا دونتري جام اون تيرم دو يعني فيما يخص المحتوى التكنولوجي نتاعهم، يعني لي موتور المحركات اللي تكون فيها تكون صغيره وذات استهلاك بلوز او موان يعني ناقص شويه مقارنه بمحركات اخرى قويه تاع 2 لتر 2 لتر و5 اللي ما رايحاش يستوردوها. ومن هذا الباب هذا على بالك باللي كل المكونات نتاع السياره تساهم في يعني حساب نتاع السعر الاخير للسعر الكامل للسياره. قد ما نقصنا في لاكويسونس ولا في ليزيكيبمون ولا السعر راح ينقص. ومن باب ليزيكيبمون يعني كيفاش نقول لك يعني ليزيكيبمون سيكوريتي ولا نظن باللي القانون هذا اللي دارته وزاره الصناعه يسمح للوكلاء باش يجيب يعني سيارات الجزائر بأقل تكلفة ذات مستوى مقبول. نعم. مقبول به في مجال مثلا لا سيكوريتي، ولكن الاسعار نتاعها راح تكون منخفضة مقارنة بواش مولفين نشوفوا. طيب. في السوق. طيب سيد مراد السعدي، الوزير يقول انه الشروط والتعديلات التي تم وضعها من اجل تمكين الوكلاء من استيراد اكبر عدد من السيارات، حسب رايك ما هي هذه الشروط التي ستمكن هؤلاء الوكلاء من استيرادهم اكبر عدد من السيارات ان صح القول؟ يا اختي الكريمه والله ما فهمتش، يعني كثروا تصريحات على الاستيراد نتاع السيارات هذا، ونفكر المشاهدين الكرام باللي من اول جانفي 2017 الوكلاء ما استوردوش سيارات، ما عندها اكثر الان اكثر من 5 سنوات ما استوردوش سيارات. من هذا الباب دفتر الشروط الاخير 21175 اللي صدر في 9 ماي الحالي يقول باللي في البند ضمن رقم 41 يقول باللي الوزاره ستشرح في عامل مع ممثلين بعض الوزارات يعني يشكلوا لجنه، اللجنه هذيك هي اللي راح تدرس الملفات نتاع الوكلاء باش تعطيهم ولا ما تعطيهمش التصريح باه يبداو في العمل. من 9 ماي الى يومنا هذا هذه اللجنه مازال ما قدمتهاش الوزاره، والوكلاء راهم يستناو رغم ان بعضهم الملف تاعهم يعني واجد باش يدفعوه وراهم يستناو. يعني نستطيع نقول انه لازال لم يتم حسم ملف السيارات بعد. مازال ما تمش، رانا نستناو في لاكوميسيون هذه وقتاش تبدا الخدمه نتاعها باش الوكلاء يقدروا يدفعوا الملف نتاعهم باش يعطوهم ولا ما يعطوهمش لاغريمون. طيب ويبداو اللي يعطوهم لاغريمون باش يبداو، ولا حتى المصنعين ماهمش فاهمين الاجراءات هذه المعقده شويه واللي راهي فيها طماطولات وتعطيلات، والسوق ما زالوا في أزمة كبيرة، والتصريحات هذه يعني تزيد إلا ضغط واحد آخر على السوق. نعم شكرا لك سيد مراد سعدي صحفي مختص في السيارات، شكرا على ما قدمته، نتمنى حسم ملف السيارات ويبدأ في المرحلة